بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جلست الزوجه على مكتب زوجها وامسكت بقلمه وكتبت في السنه الماضيه أجريت لزوجي عملية إزالة المرارة ولازم الفراش عدة شهور وبلغ الستين من عمره فترك وظيفته المهمة في دار النشر التي ظل يعمل بها ثلاثين عامًا وتوفي والده في تلك السنة ورسوب ابننا في بكالوريوس كلية الطب لتعطله عن الدراسة عدة شهور بسبب إصابته في حادث سيارة وفي نهاية الصفحة كتبت يا لها من سنة سيئة للغاية ودخل عليها زوجها يريد أن يجلس على مكتبه ولاحظ شروط ذهن زوجته فاقترب منها ومن فوق كتفها قرأ ما كتبت فترك الغرفة بهدوء من دون أن يقول شيئا لكنه بعد عدة دقائق عاد وقد أمسك بيده ورقة أخرى وضعها بهدوء بجوار الورقة التي سبق أن كتبتها زوجته فتناولت الزوجة ورقة الزوج وقرأت فيها في السنة الماضية شفيت من آلام المرارة التي عذبتني سنوات طويلة وبلغت الستين وانا في تمام الصحة وسأتفرغ للكتابة والتأليف بعد ان تم التعاقد معي على نشر أكثر من كتاب مهم وعاش والدي حتى بلغ الخامسة والتسعين من غير ان يسبب لأحد أية متاعب وتوفي في هدوء من غير ان يتألم ونجا ابننا من الموت في حادث السيارة وشفي بغير أية عاهات او مضاعفات. وختم الزوج عبارته قائلا يا لها من سنه اكرمنا الله بها وقد انتهت بكل خير. لاحظوا نفس الاحداث لكن بنظره مختلفه. دائما ننظر الى ما ينقصنا لذلك يفتنا ان نحمد الله على نعمه وننظر الى ما سلب منا ونركز عليه لذلك نقصر في حمده على ما اعطانا وانعم علينا. قال تعالى: وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. النمل الايه 73 اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين وعند البلاء من الصابرين اشكروا الله تعالى دوما لتدوم عليكم النعم اسعد الله اوقاتكم بكل خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان معكم محمد زكي